الله يرحمه، كان لاعب من افضل اللاعبين دازوا في كره القدم الوطنيه. انا لعبت ضده ودربته في المنتخب، كان انسان خلوق ودائما دائما زعما كيقوم بالدور ديالو. واليوم تنشوف هاد الناس اللي جاوا اليوم هنا كلهم محبه للمرحوم، وهذا التكريم اللي داروا اليوم من طرف الجمعيه ديالنا صدقه ورياضه، تنشكرهم. احنا حين رايحين مع بعض الابطال اللي شحال هذه وحنا مفارقين معهم، والحمد لله. سنتمنى الصبر للعائله ديالو، وكره القدم الوطنيه ضاعت في واحد اللي عطاه الكثير الكثير للكره، الله يرحمه. ديالي ملي كان تيلعب كانت عنده واحد النوع من الحيله في الملعب، كان يراوغ، كان يسجل بلا ما يعرف حتى واحد. ملي كنت مدرب المنتخب الوطني دائما عنده واحد المجموعه، دائما تضحكوا، دائما ناشطين، دائما فاش جينا تيحصروا من داك الكلام، ولكن ترى قبل منه داك النشاط تيكون نشيط في وسط الفريق الوطني، كلهم اصحابه وكلهم تيحترموه وكلهم تيحبوه. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.